قال ابن أمير المؤمنين كان اسمه عمر أم عمر؟ شاهدوا معي هذه المصادر وستروا أن اسمه عمر وليس عمر. الشجرة الزكية في الأنساب وسير آل بيت النبوة، تأليف سيد يوسف، صفحة 414. يقول عقب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ولد له من الصهباء أم حبيبة من بني ثعلب عمر. إذن ابن الإمام علي عليه السلام كان اسمه عمر وليس عمر. بل حتى وإن كان فعلا لدى أمير المؤمنين ابن اسمه عمر، فليس أمير المؤمنين هو من سماه بهذا الاسم، بل الذي سماه هو عمر نفسه. شاهدوا معي سير علم النبلاء للذهبي في الجزء الرابع صفحة 134. عمر بن علي مولده في أيام عمر، فعمر سماه باسمه. إذن عمر حين كان خليفة السقيفة هو من سمى ابن أمير المؤمنين على اسمه، وليست هذه أول مرة يسمي مولود على اسمه، بل فعل هذا كثير من المرات. شاهدوا معي فتح الباري بشرح صحيح كذا وكذا لابن حجر العسقلاني الجزء الثالث صفحة 98. يقول وروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى نافع قال كان اسم كثير بن الصلت قليلا فسماه عمر كثيرا. إذن عمر كان من ذأبه تغيير أسماء الناس،